متتبعي ومشاهدي قناة تذكر وتفكر، سلام الله عليكم أينما كنتم. إليكم آخر الكلمات التي قالها طاغية زمانه الحجاج بن يوسف الثقفي حين اشتد به المرض وأيقن أنه على بعد خطوة واحدة من الهلاك: يا ربي، قد حلفت الأعداء واجتهدوا بأنني رجل من ساكن النار، أيحلفون على عمياء ويحهم، ما علمهم بعظيم العفو غفاري. إن الموالي إذا شابت عبيدهم في رقهم عتقوهم عتق الأبرار. وأنت يا خالقي أولى بذا كرما، قد شبت في الرق فاعتقني من النار. إنها حقا كلمات تعكس حسن ظن الرجل بالله وطمعه في مغفرته ورحمته وعفوه. وقد ورد أن الحسن البصري رحمه الله قد قال لما بلغته هذه الأبيات: والله لئن نجا لينجون بها. ومع هذا لا يمكننا الجزم بمصير الحجاج لا في الجنة ولا في النار، فالعلم والحكم عند الله، فهو الوحيد الذي يعلم حقيقة ما في الصدور. ولعل أحسن كلام نختم به هذا الفيديو كلام ابن كثير عن الحجاج، حيث قال: وإن كان متسرعا في سفك الدماء فلا نكفر الحجاج ولا نمدحه ولا نسبه، ونبغضه في الله بسبب تعديه على بعض حدود الله وأحكامه، وأمره إلى الله.